السلام عليكم اعزائي المشاهدين ومرحبا بكم في حصه مولات التاج. اليوم راح نديروا اون نوفال تارت اكطوالمون سي لا توندونس اون فا فير اون تارت كريم بروليه. لا كريم بروليه ما في نديروها في ليفيرين. اليوم انا بروبوزي لكم اون باز دو بات سابلي وفوقها لا كريم بروليه. سا سرا فريمون حاجه جديده. يورا دو كروكون ويورا دو كريمو. تبعوا معايا طريقه التحضير والمقادير، حاجه راح تعجبكم بالبزاف. اول شيء نعطيكم مقادير لا بات سابلي. لا بات سابلي فيها 250 غرام فارينه، فيها 100 غرام سكر رطب ولا سكر حرش، عندنا فيها بيضه، وعندنا فيها 125 غرام مارغارين تكون بارده. بور لا كريم برولي وهنايا راح تستفادوا الوصفه هذه، تحبوا ديروها اون تارت لا فيرسون اللي حنديرها لكم اليوم، تحبوا ديروها في ليفيرين نورمال كيما تعرفوا لا كريم برولي طيب في الباماري à 150 degrés pendant une heure de temps. عندي لهنا 200 غرام حليب و 200 غرام قشدة سائلة، عندي 8 صفار بيض، عندي 50 غرام سكر حرش، وعندي ملعقة قهوة لا غوش دو فاني اون بودغ، وبلا ما ننساو في الوصفة 100 غرام شوكولا بيضة. أول شيء راح نبداو بلا بات سابلي هي الأولى. نحتاجو قلنا 125 غرام مارغارين، لا مارغارين دو بريفيرونس تكون باردة كما علمتكم من قبل، توجور المواد الجافة هما الأولين. نبداو بلا مارغارين، نحتاجو فيها 125 غرام ونحتاجو 250 غرام فارينة. الكمية هذه ترى باك دير لكم دو كادر تاع 20 سنتيمتر. ونحطو ثاني سوكولاس، ونحطو قرصة ملح. هنا سي با لا بان ديرو لا ديرو لا ليفور. Et on va sabler hadou maqadir. Qui est le plus mouramel, on va mettre le bayda. Donc c'est le bayda qui nous a la pâte. Qui est le plus mouramel. Entre temps, on va mettre le chlib ou la crème. On a dans le maqadir 200 grammes qajda. قشدة سائلة سي تري امبورطون، من الأحسن تكون المادة الدسمية تاعها تكون 32% و 200 غرام حليب. نحطوهم فوق النار، نار متوسطة، نحط معاهم نصف كمية السكر والنصف الكمية الأخرى نخليوها مع لي جان. وبلا ما ننسى لافاني، عندي هنايا ملعقة صغيرة لافانيوم لافاني لاغوش دو فانيوم بودغ، ولا كان عندكم لافاني عود تحلوها وتقشروها وتحطوها معها، سينو تقدروا ديروا لافاني اون بودغ عادي. مي صدقوني بوغ لا كريم برولي يا با ميو كو لاغوش دو فاني. فوالا هنايا راهو كلش ولا مرمل. نصبوا البيضة تاعنا ونبداو نخلطو حتى نتحصلو على عجينة. فوالا، il faut pas trop travailler votre pâte sinon vous risquez de انكم تطلقوا الجلوتين، هو الماده المطاطه تاع العجينه، اي دو كو في الطياب راح لاباط تاعكم تنزل في لي بور. دونك اون ايفيت توجور دو ترافاي لا بات تاعنا بالبيترا. كي تشوفوها بدات تتلم كملوها على لا مان باش تجيكم فريمون فريابل. حتى نتحصلوا على عجينه متماسكه وما تلصقش في اليد. تتفاصل هذه المقادير راهم مقادير مضبوطين، تبعوا بك الطريقه وديو كل التدابير اللي راني نمدلكم فيهم، باسكو لو بلوز امبورطون في الوصفات تاع الحلويات سي لي زاستوس، اي بيان سور
يكونوا مقادير مضبوطين. فوالا عندي لهنا لو مول دو 20 سنتيمتر. نجيبو شويه فرينه بلا ما نساو ساعه ساعه اون فيريفي نو ليكيد. نديرو شويه فرينه بوغ لو بلان دو ترافاي. نحي شويه باسكو الكميه دي بزاف. ونجيبو القنوط ولا السمك تاعها ما يعادل ابوبري واحد 4 مليمتر. يفوت با تكون خشينه بزاف. اون بو فير ثاني هاد لاباط شوكولا افيك اون كريم بروي افيك اون كريم برولي شوكولا. نفس الوصفه مي فو راجوتي برك 10 غرام دو كاكاو للوصفه تاعكم. اون بو فير اون كريم برولي نوازيت فو راجونا نحيو باغ اكزومبل 20 غرام سكر وعوضوه 20 غرام عجينة البندق. عجينة البندق راهي موجودة في الأسواق. سينو اون بو لا فيغ نو ميم. سي لو طون بورتون قد النوازات قد السكر. سخنوا النوازات تاعكم 150 دوغري وهو سخون. تحطوه في الروبو تاع اللوز وتبداو تلحيو 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 حتى تحصلوا على عجينة. يا با بلو فاسيل كو لي بات دو فخوي سيك. بهاد الطريقة ونحيو لي بور تاعنا ديليكاتمون. هنا ما نحطوهاش طيب نخليوها تروبوزي شويه. من الاحسن في الكونجيلاتور لي بات لي بات فريابل كامل لازم لهم لو روبو. نجيبو اون فورشيت ننقبو نوتر بات نخليوها منا لا كريم بروي تاعنا. الحليب سخن نجيبو من قدامنا هنايا. نجيبو ان بول نحطو السكر اللي قعد نحطو صفار البيض نوزنو الشوكولا تاعنا. نحتاجو 100 غرام شوكولا بيضاء هنا الشوكولا تاعنا سي با لا بان دوبوها جوست il faut l'arracher. On va l'arracher بالطريقه هذه. voilà on صبوها فوق le mélange تاع la crème le lait السكر et la gousse دو فاني. نحاولوا نخلطوا بالطريقه هذه حتى الشوكولا تاعنا تذوب. entre temps on va blanchir légèrement صفار مع السكر. عندنا قلنا 8 صفار بيض مع لا موتي تاع السكر باسكو لا موتي حطيناها في الطاوه. on attend الشوكولا تاعنا تذوب. voilà كيما تذوب بالطريقه هذه نصبوا كلش هنايا. نخلطو مليح وهكذا لا كريم بروليه تاعنا الي بريت. دونك هنايا هاد لاباط هاد لا كريم راح نصبوها فوق لاباط. سينا تقدر ديروها في لي غامكا سبيسيال كريم بروليه. لكن حديروها في لي غامكا ننصحكم طيبوها على 150 درجه لمده 45 دقيقه. بيان سيغ لو بلاطو تاعكم حطوا فيه الماء. وكيما دركا راح نديروها افيك اون باز دو بات سابلي نطيبوها 160 درجه لمده ساعه.
فوالا نجيبوا البلاطو تاعنا وهنا با لا بان دو فير دو فير لو با ماري هنا بالطريقه هذه نصبوا نوتر كريم فوق لا بات سابلي اي با لا بان ثاني طيبوها نص طياب صدقوني يطيب لكم عادي ما يعمروا مليح فوالا قلنا pour la température 160 درجه لمده ساعه اي بيان سور كل وحده لو فور تاعها انا لو فور فونتيلي اللي عندي لهنا اللي بروفيسيونيل دونك نطيبو 160 درجه لمده ساعه وانت الفور تاعك لا كان شتيها حمارت من فوق وطابت لاباط اقل من ساعه ما كانش مشكل انا نروحو ديليكاتمون ونحطوها في الفور بريشوفي ا لافونس فوالا اعزائي المشاهدين لا طخ تاعنا حطيناها طيب 160 درجه لمده 45 دقيقه الى ساعه كل وحده لو فور تاعها حنا واش بقينا نديرو فاصل صغير ونتلاقاو باش نديرو لا بتيت ديكوراسيون مع بعضنا شكرا اعزائي المشاهدين عاونوا لينا لكم بعد بدلنا فاصل صغير كما راكم شايفين هنا لاطاخت ابخي ما بردت ولا كولاك لا كولوراسيون نشوفوا فيها ما درتهاش بالشاليمو باسكو على بالنا بلي لا كريم بروي ابخي ما تبرد نديروا لها سكر من فوق اي اون لا فلامب لو سي سكون ابل لو فلامباج هنايا في لاطاخت فيرسيون في لاطاخت فيرسيون كريم بروي با بيزوان دو فير لو شاليمو باسكو راها تحمر من الفوق عندي هنايا دي فريز حندخل فيها اون تي ديكوراسيون والناباج نحتاجو نحطو الناباج يسخن نقصو لافخاز تاعنا اون غوندال نحاولو نديرو دي غوندال يكونو قد بعضاهم لو ناباج راح نديروه فوق لا سيرفاس كامله تاع لا طارت وهي الطريقه ونبداو ونحطو لافخاز بالطريقة هادي على بالي بلي هاد الوصفة راح تعجبكم باسكو حاجة جديدة الفو لي سيي جو كونساي انكم تسييوها سورتو إذا كان درتوها فيرسيون نوازيت ننصحكم ديروا اون بات سابلي شوكولا اون كريم بروليه نوازيت سي سوبر بون سورتو في فصل الصيف تتكل باردة ما شاء الله اي بور لا توش تاع لي فروي تحبوا ديروا تحبوا ما ديروش انا حبيت باك بور دوني دو لا كولور وعلى بالنا باللي لا فخاز الي اسيد كي تكون باردة Ça marche très 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 bien. Voilà. N'a pas je les garde en dérobé. La fraise terna. Voilà. نزيدو نشبعو لا سيرفاس
جينيروزمون. فوالا اعزائي المشاهدين، كانت وصفه اليوم عباره على طخت فيرسيون كريم برولي على طريقتي انا. نتمنى انها نالت اعجابكم وانكم فهمتوا الوصفه والتدابير اللي مديتهم لكم اليوم. ما بقى نقول لكم يعطيكم الصحه، بارك الله فيكم، ميرسي بو فوتر سويفي اي ميرسي بو فوتر كونفيونس. رستي فيدل على شان سميره تي في انسي كوشر شعيب، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا.